أخبار اليوم. على مدار 5 ساعات تحدث المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة في منتدى الأخبار للحوار، وكشف الكثير من الأسرار ووضع النقاط على الحروف في كثير من القضايا التي تهم الشباب، وقال إن الإخوان أثناء فترة حكمهم استغلوا مراكز الشباب في الدعاية السياسية لمرشحيهم، وفي تكوين قاعدة بيانات كبيرة عن الشباب استغلوها لصالحهم، وقال إن لديه الشجاعة أن يقول إنه غير راضي عن المستوى في 75% من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك 5% فقط من الشباب مسيسون، والحكومة تعمل على منع استقطابه لفكر العنف. والأخبار تنشر الجزء الأول مما دار في هذا المنتدى. في بداية الحوار رحب ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير الأخبار بالمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة في دار أخبار اليوم، وقال إن المهندس عبد العزيز غني عن التعريف لما يقوم به من مجهودات لإعادة الوجه الحقيقي لمؤسسة الشباب في مصر بعد الاختراقات التي تعرضت إليها في عهد الاحتلال الإخواني، ووجود أحد قيادات التنظيم المسلح على رأس وزارة الشباب لما له من تأثير في مستقبل البلد، ومن الصعب أن تخوض حملة تنقية على مستوى مراكز الشباب في مصر. تابعت جهود الوزير خلال وجوده في المجلس القومي للشباب، وقدم فيه إنجازات وأفكار تثلج الصدور. الرياضة تستطيع توفير 4 ملايين فرصة عمل، لا تعامل إطلاقا مع أعضاء الإخوان أو الحزب الوطني، 25% فقط في مراكز الشباب في حالة جيدة، وننشئ 4 ملاعب عملاقة خلال 1.5 عام، لدينا 6000 فرصة عمل ولم يتقدم لشغلها شاب واحد، لا يوجد وزير يختار معاونيه من الشباب على أساس الانتماء لثورة 25 يناير أو 30 يونيو. الحافز الرياضي لطلاب الثانوية العامة مصيبة كبرى ويجب تعديل شروطه. الإخوان استغلوا المراكز في عمل سجل مدني موازن وقاعدة بيانات عن الشباب. أرفض تعديل قانون التظاهر حاليا وأفضل عرضه على البرلمان القادم. نلمس في جولاتنا أن الناس تعبانة ولكنهم يتوسمون خيرا في حكومة المهندس محلب. الأخبار تقترح استغلال قصور الثقافة ومراكز النيل للإعلام في المراكز والقرى لرفع وعي الشباب سياسيا. شارك بمنتدى الأخبار للحوار الكاتب الكبير ياسر رزق رئيس تحرير الأخبار ورئيس مجلس الإدارة، الكاتب الكبير محمد الهواري، الكاتب الكبير خالد جبر، الكاتبة الكبيرة أمان درغام، وشارك أيضا بالمنتدى الأساتذة إبراهيم ربيع، إبراهيم المنيسي، أبو لفى الخطيب، أمير لشين، ياسر عبد العزيز، أحمد عباس، محمود كامل، محمود المخبزي، شريف حنفي، سحر شيبة، وأعد الندوة للنشر مخلص عبد الحي، أحمد زكريا، أحمد عبيدو، هويدا أحمد، محمد وهدان، عدسة الفنان هشام المصري.